صباح الخير او مساء الخير يا برج السرطان. انت حاليا قلت له خلاص امشي، عايز تمشي امشي، عملته ببرود. من الاخر انت بتعامل ببرود. ليه بقى؟ هقولك ليه بنقول برود، لانه شايفك ان انت كسرت قلبه، وان انت يعني عملته بطريقة حادة قوي. هي مش حادة، هي طريقة صح. انت كلمته بالعقل، انت قلت له انت بتتقمص مثلا، او انت تاخد على خاطرك بالاوفر، فقال لك لا انا ما باخدش على خاطري، يعني انا بتقمص وهو بتقمص، انا بتقمص، لا 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 مش الكلام ده، ده انت اللي حياد، ده انت وانت وانت، انتوا لقحتوا على بعض. فقال لك لا انا همشي بقى، اتقمص بقى. بس هو مجروح منك على فكرة. او ممكن تكون انت كلمته في حاجة عادية جدا، بيتحكم فيك مثلا، عايز يتحكم مثلا، فقلت له لا ما حدش حد بيتحكم فيا، فانجرح منك، اللي هو ازاي انت بتحبني وتقول لي مش عايز اسيطر على حياتك. بس انت شايفه انه فرصة، وانه علاقة حلوة، وانها كانت علاقة لذيذة جدا، وكانت فرصة بجد حقيقية. يعني هو ما دام انت شايفه كده يبقى هو اتقمص، ما هو حاجة من الاتنين، ده واحد مقموص، ده واحد عارف، عارف العيال الصغيرة اللي هي انت مش هتجيب لي العروسة دي، انا مش واخد حاجة خالص يا ابني، طب خد سبايدر مان، لا انا هاخد دي. فمقموص وقال لك، وقعد بقى عايش في دور الاحزان بقى، والطعن في قلبه والكلام ده كله. وممكن بقى يكون القراءة عكسية في اللي انا هقوله ده، ممكن تكون انت اكتشفت انه هو بيقدم عرض لحد تاني، علاقة ثلاثية، عنده اختيارات تانية، عنده اختيارات تانية. سوري يا برج السرطان، ما كنت بعمل حاجة بس. طيب نرجع بقى لمرجوعنا. انت ممكن تكون اكتشفت ان هو عنده اختيارات تانية، في شخص تاني هو مقدم له عرض، و اوكي، ورحت مديله في سنانه، قلت له ايه ده، ده انا صابر عليك و وانت عمال تلعب بديلك، ده انا هوريك، طب اصبر عليا، ده انا هديك بنيه، استنى بس. فممكن تكون كانت علاقه ثلاثيه، كانت علاقه ثلاثيه. لو ما كانتش القراءه عكسيه، وان ان ان ان, إن, إن انت اللي تعبان وانت اللي رحلت، وهو اللي هنا هو اللي شايفك فرصه وعايز يقدم لك فرصه جديده، فهي كالاتي، ان هو كانت علاقه ثلاثيه، وفي حد الطرف الثالث اداله السيف في قلبه وطرده من حياته، لان هنا في عرض مرفوض بالظبط، وتعبان قوي. فانت زي ما تكون بتقدم، يعني ممكن تعمل مصالحه، ممكن يعني اللي هو تعالى طب نبدا تاني وننسى اللي فات مثلا، او كده لو كده. انما لو مش كده، وهو انت اللي هنا، انت اللي اكتشفت العلاقه الثلاثيه، فهو عايز يقدم لك عرض جديد، لو قراءه عكسي. طب ايه الخطوه اللي عايز ياخدها؟ الخطوه اللي عايز ياخدها الكوين اوف وندز. خلي بالك ان دول بيراقبوا بعض. بص ده بصص على ده، وده بصص على ده، يعني واحد خايف والتاني عامل البرم بالظبط، شادد حلو قوي. فانا ايه، هذا الشخص شخص غريب جدا، كوين اوف وندز، قراءتك غريبة يا برج السرطان. هي كانت علاقة ثلاثية، اعتقد كانت علاقة ثلاثية، كانت هناك علاقة ثلاثية، وحاليا الشخص ده رحل عن هذه العلاقة. لو هنتكلم بقى، اوكي، رحل عن هذه العلاقة، رحل عن هذه العلاقة، وعايز يقدم لك عرض جديد. يقول لك مساء الخير، انا عايز اقدم لك عرض جديد. ف ما انتش عايز، خايف منه جدا وقلقان جدا، اللي هو يقدم لي عرض ايه، تقدم لي عرض ايه، ده انت بهدلتني، ده انت عرفت عليا. الشخص ده كان في علاقه ثلاثيه،
تمام، الشخص ده كان في علاقة ثلاثية وانت هو حاليا تعبان من العلاقة التالتة دي، وانت مستريح مسيطر على روحك خلاص نسيبه اصلا، وشايف ان هو مقدم لك عرض صح كده، هو مقدم لك عرض، مقدم لك عرض جديد بعد جرح القلب ده، وبيقول لك تعال نشيل بقى الماضي ونحتفل، ايه رأيك نشيل الماضي ده ونحتفل، ويقدم لك عرض اللي هو ايه مثلا، يعني انا شايف نفسي ولكن انا عايزك على فكرة وخليك انت الملك، انا زحت التالتة اهو تعال انت مكانها بقى، بس انت قلقان قوي بتقول لا، انت زعلان منه قوي، انت متخوف منه لان هو خذلك، هو خذلك زي ما يكون كان منيمك. ده انت بالظبط، انت خايف، انت عايز تبتدي بداية جديدة ماشي، احنا متفقين على دي بقى برج سرطان، اوكي عايز بداية جديدة وعايز العلاقة دي تتوازن، بس انت خايف وحاسس ان العلاقة دي مليانة غموض وانه كان مخبي عليك. ايوه ده كان مخبي عليك، انت ممكن تكون اكتشفت انه كان مرتبط اصلا وهو معاك، بس الشخص الثالث ده على فكرة بهدله، بهدله حرفيا، في ثلاث سيوف، سيفك وسيفه هو وسيف بقى الطرف الثالث، فانت خايف حاسس انه في بداية جديدة، اوكي انت مقدم لي عرض مصالحة ماشي يا عم، بس انا خايف، انا خايف منك. انا هجيب لكم القصة من الاول كده عشان انا بدأت افهم، الشخص ده مقدم لك عرض، الشخص ده كان عنده اختيارات تانية، انت ما بتكدبش من السلطان ونقاك انت، وقال ما ارجع تاني بقى اصلح الموضوع بعد الايه الطرف التالت ده ما انسحب منه، وانت وقف له بالسيف وتقول له انت راجع تعالى نتحاسب بقى، انت عملت وسويت من الاخر انا اجيب لك على غلطه، وشعر بانه العلاقه دي كان فيها مميزات كتير وهو رحل منها، العلاقه دي كان فيها 8 كوبايات ورحلت عشان كوبايتين، انا شخص استاهل جزمه ضرب الجزمه ورحلت، حتى القمر متضايق منه، وانت مسيطر على المشاعر دلوقتي بالظبط، انت مش مفيش مشاعر، لا انت بقيت تحكم عقلك، يعني انت راجع لي لما التانيه قالت لك مع السلامه، لا تعالى بقى نتحاسب، انا عملت لك ايه عشان تسيبني، انا عملت لك عشان كذا، عشان كده هو مقدم، انت شايف ان هو مقدم لك عرض وهو شايفك ان انت موجوع وان انت هتوجع له قلبه لو هو رجع تاني، الشخص ده مغرور جدا، مغرور ليه؟ الخطوة اللي عايز ياخدها عايز يرجعك انت في حياته مرة تانية، يرجعك مرة تانية في هذه العلاقة ونحتفل ونشيل بقى ألم الماضي، بس هو مش عارف يبين ده، مش مغرور قوي ممكن نقول، لكن بيظهر ان هو مش هامه حاجة وعايز يرجع مرة تانية، اللي انت بقى تقول له ترجع فين يا عم، انت عملت وسويت، انت لسه محتفظ بآلام الماضي، بص هو عايز يشيل العشر عصيان، انت بقى واخد عصاية منهم وقاعد جنبها وبتندم وبتقول لي ده انت عملت وسويت، ده انت قهرتني يا اخي، ولكن في قرارة نفسك انت عايز الاستقرار معاه، انت بتحبه، بس عمل بقى كتير بقى، يعني انت راح لواحدة تالتة، بس انا بحبك، بس انت رحت لواحدة تالتة ليه عملت كده، انت رحت لواحدة تالتة خلصت. طيب هو شايف العلاقة دي ممكن تروح على فين، او العلاقة دي مش هتروح على فين، شايف ان العلاقة دي ممكن تبقى فيها ايه مثلا، اوكي العلاقة دي ايه كانت علاقة ثلاثية برج الجوزاء تاني، العلاقة دي ممكن تروح على ان احنا نتصالح يعني نروح بقى للعشق بقى، نرجع تاني بقى انا وانت بقى والدنيا هس هس
انا وانت بقى نقضي الليله مع بعض. و ننهي بقى اللي حصل ده، ننهي الخداع ونتشافى من الخداع ده. بالظبط هو ده اللي هو شايفه، شايف ان العلاقه دي مش هيبقى فيها رحيل، لا هيبقى فيها ان احنا ممكن نشيل الالم الماضي. بالظبط، ونشيل الخداع ده ونتشافى، لان انا وانت سول ميت يا بيبي. انا لفيت، انا رحت لواحده تانية، بس انت الاساس، انت الاساس من الاخر. انت بقى شايف العلاقه انها ممكن تروح على، لسه بقول ده بس مش هاخدها بقى. انت خايف منه قوي برج السرطان، مقلق لان شكله يعني اختفى مره واحده. طيب الله، ناخد من هنا كمان. طب يا برج السرطان، ما انت شايف الدنيا حلوه، انت شايف ان هي ممكن تتصلح فعلا، ويبقى فيها عرض حقيقي، ويبقى فيها عرض حقيقي. وبس قبل العرض الحقيقي يا حلو، احنا هنتحاسب. بالظبط، فيها ان احنا قبل ما اقفل على الماضي انا هحاسبك، وهطلع بقى اللي كنت شايله في قلبي، ان انت سبتني، انت رحت لواحده تانيه، فضلت واحده تانيه عليا، مع اني كنت مدياك 8 كوبايات. نطلع بقى اللي جوه من الاخر كده، ده اللي انت بتقوله في نفسك يعني. ولكن انت شايف ان احنا هننهي، ممكن ننهي على الماضي فعلا، ويبقى في بدايه جديده، في بدايه اصلا جديده. طيب هو النصيحه بتقول لك ايه بقى؟ بص، انت طبعا باين جدا ان انت مقلق من هذا الشخص جدا، في افكار سوداويه، ولكن هذا الشخص عرف غلطته وعرف ان هو حق حمار من الاخر. فالنصيحة بتقول لك ايه؟ النصيحة بتقول لك انعزل جوه نفسك وفكر بهدوء، بهدوء خالص، شيل بقى اللي فات واهدى. ما تصدش الشخص ده، اصبر. بص الكارتين دول، تعالى اطلع، السحر ده لما بيعمل الحركات بتاعته ده ساحر، اوكي؟ لما بيعمل الحركات بتاعته اللي هو مثلا هيطلع حاجه، طلع ارنب من الكوبايه وكده، بياخد فتره قبل ما يعمل السحر بتاعه. فده معناه الكارت ده ان اصبر، في حاجات افضل جاية من العلاقة دي. اصبر، لان اصبر، ما تمشيش، استنى، ما تقفش، ما تعملش كده. ايه ده من الاخر؟ ايه ده خالص، وفكر كويس قوي، لان العلاقة دي بالظبط. اصبر لان في حاجات حلوة جاية، استنى عشان عجلة الحظ بتدور، وفي كاس حب هيتقدم للتاني، في اعتذار، في انا اسف، انا غلطان، في طب نرجع، طب اقدم لك ايه حقيقي يعرف لك ان انا فعلا بحبك. من الاخر النصيحة بتقول لك اقلب براحتك، مش مشكلة، خد وقتك، فكر مرة اتنين تلاتة، تشافى، ولكن ما تعملش كده، ما تصدش، ما تقولوش اطلع بره. الشخص ده مجروح على فكره قوي، على فكره يعني عارف غلطته، مش هزار، ولكن الشخص ده نيته حقيقيه ان هو يرجع مره تانية ليك. ده توين فليم، انتوا فعلا سولميت او توين فليم. ف انت مسيطر على مشاعرك على فكره، وبتتحور مع نفسك كل شويه كل شويه كل شويه، بس هو مقدم لك عرض، العرض حقيقي، بدايه جديده، ننسى اللي فات. فيا برج السرطان، لك حرية الاختيار طبعا. هو التاروت بيديك نصيحة، لك حرية الاختيار، يا تكمل وتنسى اللي فات، يا تفضل ماسك وخايف ومستخبي وبتقول لو جيت جنبي هغزك. يا تكمل ونستمتع كلنا بقى بكاس الحب. الو فبرج السرطان، كانت كرات شهر 8. يا رب فعلا يندم بقى
ونخلص من الليله دي وخير باذن الله. وان شاء الله باذن الله هعمل قراءه خاصه، مش قراءه خاصه يعني، هتبقى في فيديو كامل عن المنفصلين بكل قراءة.